اللهم إن الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، ارحم عبدا قال لك الذنب مني والعفو لك. وأصلي وأسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان دوما يقول إن الأمر من قبل ومن بعد كله لك. بيربر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخزا خير الدنيا وبداشت آخرة بواتكين إن شاء الله. أحياء الأرض بعد موتها دم يخوي تعالى بحث في جهورين وصاخرنا هنيت كت دم نمونتينت بيش كاتشا وقت أم عردي صاخت كين وشينت كين كسكاتيك ولاوينيك وجمالك ومنظرك ودرامتك وفيقيك وهرك ورنغارنجك وهرك وطعمك ولذتك وصل مشياني هي أم مريا بشتي مرناوانا صاخ بكين وشنيكا حساب وجزل قلوانا بكين. أف مثال نمونة هني خود تعالى وقت القرآن دا بمد بيجد كي تدقهد كي تزانت كي استشعار وان بيوات كت القل جيت هزرا خل قلبتو تينت هزرا كي بو باشا روجا خد كت بشتي مرني كي واتكن بس اوين اي خدان عقلت درست أو بخوا عبرت جوارد جرن أي تفكرت قلتكن أولو الأبصار دم يخوت على بشت اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقت هين تبين عرض شوى الساختكم في أوفا باراني أو عرض حشكو الزها يعني بيا خوالي كسنشت شينكاتي لي بتشينتو بيداكت اگر نه ام باین ای باشه که عقلی و اف عقلی کی وچو بوچی تفکر و هزرا خوناکت بوچی هزرا پشتی مرنی ناکت بوچی کاره که بو پشتی مرنی ناکت که اف عقلی هش بر هندی خود عدمان که بیشت لعلكم تعقلون فإن الآيات تدل العقول يعني راست اهل العقول راست خود تعالى ناست کن راست سرب و چمینن بوی تسلیمت بن جيش بالهندي خوت عاد بشت او كيسانت اف ديمنا اف قهورينا اف ساخر نمرنا هاني هشتال دنياي اف نمونت هاني اف قرآنا بوي نبت رادع بوي نبت ريكو دليلو نمونو يعني برهان وي ولي بكت كاركي بوخو بكت تسليمي خود تعالى بت سربو بچمينت او عقري خويش دست داي. اگر وان آیتت هنه وی به هدایت نیند مستحیل تشتگ دید گردونی ده تأثیر لی بکت وی برف هدایت ببیند. سبحان الله یعنی خود تعالی بشت افه معجزنه افه دلائلت مزنن افه دوید او کسانت او خودان دل و عقل راست الویر تسلیم بد چوا افریکا گل وان آیت هنه تو ناشی چوا کارتی کرنید تناکت آیت خود تعالی دمه القرآن يقول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يقول أو كسانة المصدقين أو يعني أي بردام صدقات دد هش وقت ده صالي صدقات دو بي چل صالي بي بينجي صالي نيزي كمرني بي بردام سر صدقة و يعني زكاة تخوا بيشت أو مروف أو كس پاداشت و خلات و هدیه دیاری خود علیه دیتی احساس پیکری بر همی صدق خوی دیتی کارتی کرن درون و نفس و ناخ و دل و هزر و وجدان و عقلوی کری لذت صدقه دیتی پاداشتی وی دیتیش بر هنده یه بردام بیل گل جیان خو حمیه و ججبلی پاداشت و خلات و یعنی مردینی خود تعالی هشت از دنیای دی بوی بدل بکت و مضاعف کت فجاش بلی رجا قیامتی و لهم اجر کریم رجا قیامتی. او کسانی صدقه دید طامیوی پیت حسد پاداشت و برهمیوی اتمیند سر ناخیوی سر نفساوی پاقجت کت طاهرت کت تسکیت کت ساخت کت همی قریج و فایروسا پاقجت کت اهل العقولت زانن هر کسا که کاری که با خود تعالی بکت چند فضلک و نعمتک و پاداشتک و خلاتک نهینیه که تیده
اوامرت خود تعالى دمي مروف بجهتينت نهيني اكي قلق مظنيت يده بس كي استشعار بيت كت اصحاب العقول اجبر هندي خط على بردام دائما برامتينت اهل العقول اهل الابصار اولو الالباب بيشت او كارتي كن اكام مظن الوانات كن نبح سوان مروف او تنوقي جهالتي بينا وجا مروف صدقنا هلت مروف باوردار ومسلمون اهل العقول واجبات وفرزة خود تعالى تجارة ناهيل دم خود تعالى بآيتين أخاري ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بشتين خود تعالى بآيتين أخاري اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني خط على دفي آيتا هاني دفي نمونا هاني دفي قهورنا ساخر نمرنا عردي بومد بيجت يعني قالك سلف الصالح علماء وزانا سر تفسيره في آيات البيجن البيجن خط على دمي بحسي في آيتا كر ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوب من ذكر الله قريدانك وربطك هي ناف بين قساوة القلب دل وقت ادبت بيلو حشك ادبت وموعظات كارتي كرن لناكت و اتمرد و ناف بينا صاح كرنا عرض آوا بارانه ربطك و قريدانك قليك و دوية هاي علمات بيجن او مسترين مزقينية يعني بوان كسا اي افريكت بيجت دلي من ايدي احساس تدا نموايا دلي من يحشك بيا دلي من يرق بيا دلي من يبيا بيلا ايدي انشم بزفرين فا انشم نرم كم ديب چه تأثير ريكت دي چما عوزا قهارين الفيد ليكت خود اف آيتا مزقينية اف آيتا هيفي و اميدا بوان مرو بوان كسا بوان مسلمانا ايو دليوان برف قساوات و حشكاتي و الزهاتي و مرنية بيچوي خود تاعد بيش بيهيفي نبن چوا عرض بلا بچندهين روش و هيف قهارين تيدا چيد بتش مرنية برف ساخ بيني بتيت اهو صاد دليواجك برف نرماتي و ليونتو برف ساخ بيني وديئت اگر وهايش موعظو قوتنت خود تعالى هابن اگر وهايش قرآن هابت اگر وهايش يعني قردوني هابت كاتش قهورين تدا چهد بت اگر هي نيزيك بن اش موعظو يعني معجزات خود تعالى دليو دي كارتي كرن ديتا كرن اف دل ديتا قهورين مخابن افركا ام قلق مسلمانات بينين دليوان حقيقتني وليهاتي اش بشكي حشكاتي برف قسوتي چوي برف بيلا وي چوي برف مرن وي چوي جبر هندي نديرا نعجيبيا دمي هندك مسلمانة تدبيني اكجار يعني مرنت مروبت مسلمان كارتي كن الوانا ناكت مظلوم چند العردي هبن چند ستم كار هبن چند وضع خلقي نخوش بد چند كودانت مظلم سر مسلمانة دبت چند دليل بن چند شهش شپر زبن چند شکستی بن چند بن دست بن هندک مسلمان قد بوان نخمه بو چی؟ دلیوان گهشت آسته که یمری حقیقتا هر کار تکرنا کار و کریارت وانایا هر به احساسی وانایا هر او بین دستکاری دوی دلیده نکرن هر او بین اف دل بره وی مصیر محقق و برن دمه اول تشت اتنویجه ده خاشع نبي أفدلا هاش آيات خود تعالى نبي كارتي كرين لي نكر قل آيات خود تعالى نجيان يعني خونا إنات نوي ريزي استقبال مواعظ تذكير برهاتين القرآن بكن أفا بسري خو إنات تجبر هند تدبيني نوجدان نأحساس نظامير إنسانية الدف هندك ونمايا والعياذ بالله يا سبحان الله أي مسلمان يعني تو احساسي بجيانت كي تو خوديكي والله احساسي بجياني ناكت والله خوشي ونخوشي لدفو بينا ايك والله چه طام جياني دفوان مرو ونمايا او دليوانا مري والعياذ بالله چهار تكبيرات اسر بدا وزشبر عندي خوط على بيجد اهل العقول دائما يعني عقلوانا يعني دليوانا ساخة اهل العقول دائما دليوانا خمجينة وعجزة بو مسلمانا بو بشريتي بو فقير وجارا بو قناه معصيته خير وأجر تكيشنو تبيفن بردوام دليوان خمجين بو هندي أهل العقول أفاجيانوان
اهل او عقلی وانش سری وانه چوی جیان وان جیان که قلق مترسی نخوشی یعنی جار سریه و جار البنیه و وقت بیجن دو دلی او بسر دلی وان دی هاتی نخامتن او وی حالتی دد جین بوشی حالی مسلمان او بد و نف کا کل کا رحمات دد جین ناف کا کل کا مسلمان آدنه ناف کا کل کا دینی اسلامتی و قرآن بر دستی وان فرموده پیغمبری علیه السلام نیزیکی وان بو چی وسط جین دمی خود تعالی وصف پیغمبری تکت علیه السلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بو چی مسلمان بر وی رحمتا هانی نائن بو چی مسلمان جوی رحمتی ترفن اوا جی پرسیاریا دا گهداریا پیغمبری کن علیه السلام فرموده که دد بیجد إن الله نظر إلى أهل الأرض بري بيغمبر ظاهر بدخو تعالى سحكر عردي وبشريتي بيقفة يعني أهل جاهليتي فمقتهم عربهم وعجمهم كمروفت أقل عرب جهابين بيسار دمي بس نوف جاهلتي نوقي بنا وعجمهم ما عدا العرب بيجني عجم خو تعالى بشوفكي يعني بقيمات بقدر سحكر وانا يعني نهي جاي هندي بن كو خو تعالی رحمات بسروان دبارینت هند اتناف جاهلیتك و ظلمات و صنم پرسی و اتناف انواع و اشکال گناه و معصیت و دیر اش خود تعالی فما قتهم بقدر بین شکستی بین لاواز بین رزیل بین یا سبحان الله وقت جعفر بن ابی طالب دف نجاشی دف ملک حبشه وصفدانا جیان عربات کرد قد كنا نعبد الأصنام وكنا أهل جاهلية يأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار قلت أبا حوالي ما بين جبر هندي خطع لنا سح كلامه جبر هندي هم بقدر بين جبر هندي هم شكستي بين إش لاي خد تعالى فا حتى بيغمبر ظاهر به دمي خطع بجد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين مسلمان مجتمع كومال جهيوانا هوتا بغوهاستن اش مقتو اش رزالتو اش بقدرو بقيمتو اش جنهو معصيتو ضلالتو بر وصنم باريسي هوتا بغوهاستن الى مجتمع رضي الله عنهم ورضوا عنه كي بسبب كي بأجر دستی کی دیده بی؟ پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام الرحمت المهدات یا سبحان الله تحول الى مجتمع التوبة من المقت الى الرضا یا سبحان الله یعنی او کسی عربی بی سردمی صنمت پرست او صنمش خورمه چی کر بی؟ دمی اگر برسی با ده لقال دي ده خط يا سبحان الله هر او عربي وقت بهدايت هاتي وعقلي هاتي يساري ودلوي ساخ بي خو تعالى نور هاك نور هاك وكرتي ده چو بران بربري رش قوتي الظانم تو براكي حشك ورقي لا تضر ولا تنفع چم فو زرر تدنينه لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبا كي وقوتا عمر الفاروق مونة وقت الجهالة دا هر أو خرمت برست هر أو برا هر أو دارا ولا أبروك سحك وقهداريات شيروكت مسلمان بكت في سردمي سحك أصنامت مسلمان أبروك بخدناتي صنم جبلي خد تعالى دولار وفلال وعقارات وشركات وتحويلات وجنيك وعشيرات وفكرة وحزب بهمي بنا أصنام بومرو في مسلمان أصناما شتى فجاء في كاسيت مسلمان أجر عرب بت أجر عجم بت أجر فورس بت أجر رومي بت أبي شو يسري مسلمان هذا أبي بوانا يبي صنم أبي بوانا يبي إله معبود يا سبحان الله اهل جاهلیت وصان افریقا نه عجیبه وقتی اندک مسلمان بیجن باشه مونه هم مسلمانین ای باشه ولا سکه دلی مسلمانه ولا سکه هزر بیرت مسلمانه ولا سکه افکارت مسلمانه ولا سکه معتقدی مسلمانه ولا سکه چت پریسن ولا سکه ناخت
دلت وانا چتی دیا یا سبحان الله آفیا افریقا چیک احتمالا اگر جعفر بن ابی طالب افریقا بی سر دمی ساقبا هر دیسان دو بیجت حال مسلمان آفیا اجبر هندی یم قط من الرب اجبر هندی هم بی قدم دف خود تعالا اجبر هندی افریقا الهوارا يعني خوت على الهوارة مسلمانات إجبر هندي أفريقا خوت على مسلمان عزيز ناقد حتى أفجور نتشناكن حتى موقع الدليوانا جفيدستي نتش دفيدستي حتى أفدلا ساخ نبت حتى أفدلا بر عقيدة وإيمان نبت فيانا بيغمبري نبت عليه السلام أفجور نتشنابت عروة بن مسعود الثقافي وقت شو صرح الحديبية وهاد بزبرية نف مكة قوت مشرقة قوت حنيرك مظن بخود صحابين بيغمبري الشم بكن قلت بوتي شوى قلت بخودي اش شو مدف ملكه الروميا يا قيصر يا كسرى يا نجاشي والله ما نجت عندك حاجه يعني ديف تشويت وان ملكو باشا هاد حاش باشا تخبكن وقت مديتي هافالي بيغمبري درانجك عجب حاش بيغمبري تين عليه الصلاه والسلام اي باشا اگر حالي مسلمان هو صبي قال بيغمبري عليه الصلاه والسلام وصى حاش بيغمبري تكرين بوتي افروكا دين دهت مسلمانا كور كتشت ما يعني جيلي بشتي ما افريكا هر مسلمان بوشي افريكا جبير رحمه هاني طرفن بوشي بيغمبري ناصناكن بوشيش نيزيك جيان ناموين اخوينن بوشي نزانكو اف بيغمبرا جبروانا يهاتي اف دينا جبروانا يناتي كلك ضروري قالي مسلمانا افريكا ام بزانين اف بيغمبري رزقار كري ما يجيلي بشتي ما وامتا ما حتى رجع قيامته ديت اف بيغمبر موقعك مازن هبد نف دليما وهزر بيرت ما داغو هورنت مازن شيبن يا ربي دليما افادان كي حاجه كرنا خوا نور ها خوا حاجه كرنا بيغمبر عليه السلام داش مرني وسكرات مرني رزقار بت امين امين والحمد لله رب العالمين.